واخيرا رح يبلش مسلسل. صار لي ساعة بنتظره انا. وين وين صار؟ رح تبلش هدوج. شفتي لي شي جهاز الشاشة؟ وليش بدك يا بالله؟ عجب ليش بدي انا جهاز الشاشة؟ يمكن بدي اخطبه، بدي اتفرج على المباراة. رح تبلش الله بسرعة. لا ما حذرت، انا كمان صار لي ساعة بس انا مسلسل ما يطلع بدي اتفرج عليه. روح شوف غير محل اتفرج على مباراتك. نعم اسمعوا لك، انا لما بقول لك هاتي يعني هاتي. راسي يبلاها بكسر ايدك، قلت لك ما بدي يعني ما بدي. عم تضربيني؟ لا الظاهر بدنا نستعمل معك غير اسلوب بقى. ولك خلص ولك خلص بقى، انت وياه يخرب بيتكم من حالكم. بدكم تلموا علينا اهل الحاره، شو بدكم نشفي؟ ما في شيء امي، انا بركي بدي اتفرج على مسلسل اجي بدي اشغل المباراه، فتصرفي بقى انت معه يا عمري. مسلسل مسلسل يا بنت الصرامي، هلا وقت المسلسلات. اليوم ايش شو اليوم؟ اليوم بايش بذكركم؟ ما بذكركم بشيء اليوم؟ اليوم؟ لا ما بذكرنا بشيء، ما بذكرك بشيء. شغلي مخك تتذكري وانت ولك محقق كنان، فكر معنا احسن ما راح بالك مثل الهبلان. ايش في امي، ايش عم نلعب لعبه الغاز نحن؟ ايش راح يذكرنا يعني؟ اليوم عرفي. ها عرفي، ويوم عرفي ايش معناه؟ معناه وقفه العيد. الله اكبر، اشتغل مخك فرد تشغيله. ويوم العرفي نحن ايش بنعمل؟ ايوه انا فهمت، انا فهمت. ان شاء الله يكون مولد بالي، ان شاء الله يكون مولد بالي. انا عامل حالي مالي خبر منوب. قولك شو بكون؟ فهمونا بقى. لا الخانم فهماني بس عيني حالي مالي خبر. ولي خدوج. نعم امي، والله ما عملت شيء انا. ما انا بعرف، ما انا بعرف مالك عامل شيء. ما عملت شيء منوب، ما مديت ايدك على شيء منوب. يلا شوف اليوم يوم عرفه، يعني يوم التنظيف، يوم التمسيح، يوم التلميع، يوم التعزير. عندنا مسح سجاد، عندنا تعليق براودي، عندنا تنظيف البيت كلياته. يعني اليوم رح شرشحك تشرشوح. اكلتها مسكينه. اي بس انت كمان معنا مشان ما تنسى. فكر حاله نفد. خدوش سديها بوزك، انا عم بنزلك ها. بعدين امي انت كل سنه بدك تعلقيني بهالقصه. انا ايش دخلني اليوم وقفت عرفي بدكم تنظفوا البيت؟ انا ايش دخلني بهالموضوع؟ اي لا تخاف مالك لحالك، في معك ابوك، في مسح سجاد، في تعليق براودي بعد ما ينغسلوا. وانت بسرعه ومبلش بقيت الغرف. يلا دوبنا نلحق. ولك كل البيت بدي اعمله لحالي انا. ولك انتوا بالكم مسلمين كفار يهود قريش. ولك شايفتي قدامك باتمان انا؟ عرفيني بحالي امي، بلا ما اتنفش علي بطلع اشرب حالي من الشباك ها. سدي لابوزك وبدك تنطفي الغصب عنك. ايش رايك؟ بعدين حتى شايفتي حالك من الشباك ما رح تستفيدي شيء، لانه الشباك واطي على الرصيف. عبادة ابوك وينه؟ جوا هو بالغرفه. ممتاز انا داخل اجيبه عشان تبلش تنظيف كلياتكم مع بعض. يلا جهزوا حالكم لوقت ما يجي بسرعه. راحت راحت، لسا حكي وقفت عيد زمان بهدلنا ما بيمشي الحال. مالي عامل شيء انا هون، وانا مالي عامل شيء، بدي اتفرج على المباراه على التليفون. سمعتكم سمعتكم ليش انا ما بعرف اللي عندي؟ انت على المطبخ بسرعه. راسي وانت بلش باللي قلت لك عليه. مين طفى الضوء يا شباب؟ إذا قلنا 150 ليرة عيدية لعبادة و150 ليرة عيدية لخدوج و50 ليرة عطيناها لمجودة، منيجي هلا لعند شرشبيل. شرشبيل يا عيني عليك، الله ينور عليك. هات أشوف شو بدك تعطيني؟ لا تسمع مني ولا عشان دخلي بتدخلي علي، ولا اذا نهار انا الفلاج بتكون من وراك انت من ورا الدخلات بتدخليهم علي مثل فرع المخابرات الجويه. هلا حار دفو دوارا لا بكو وبطو. هات المعلوم، في فواكه، في ضيافه، في كعك عيد بده ينشرها وغيره وغيره وغيره. وهات خلصني. قولك ايش في شو بس من رب العالمين، نهار واحد بس لما اقبض المعاش يدفى بجيبي، لازم ضروري تشفطيه مباشره. خلص روحي انا طلع حالي هلا بعطيك. ماشي ماشي. ايه صحيح لحظه نسيت اسالك، اليوم وقفة العيد يا عبادة، وقفة عرفة، بإيش بتذكرك بالله؟ أي لك كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير، بحس ماني مرتاح لمنوب الله يستر، خير إن شاء الله. هلا حاج تعملي حالك مهبول، البيت بده تعزيل، شمل عيدك ويلا نبلش. لحظة قبل ما تكملي، أنا رايح أترككم البيت كلياته ورايح عند أمي، بس خلصتوا أبو اتصلوا علي. بلا أمك بلا أبوك، طلعوا صالي معي لهون ها، في سجاد بده ينغسل، مين بده يغسله؟ جهزلي حالك يلا. ولا قدي مجنونة، على جسدي، على جسدي ما بعمل شيء. لا بدك تعمله وانت عم تضحك كمان، ولا ايش رايك؟ عم بقول بأنه سجادة بتحبي نبلش اول؟
سوري رح نموت. ولك او بعدها بتعرف على هالشوبات هلا ايش كان بدهم؟ كان بدنا ثنتين عصير فريش. ايش رايك تروح تجيب لنا على حسابي؟ ايه ليش لا؟ ما انا خدام عندك. اقسم بالله ما بطلع برا منو بدرجة حرارة زائد 50. بتعرفي ايش برا يعني؟ يعني برا فرنت حقيقي. لا ولا ولا يهمك تقبريني انت تجي هلا ببعته هو يجيبه من عندك. انت هات اكلي هم ببعته. شكلي عم تحكي عليك. جهز حالك مو بدك تنزل. هي امك رايحة تنزلك. ايه اسكتي اسكتي قلت لك ما راح انزل. بعدين مو شرط اكون انا ممكن تكوني انت. لا 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 مسافة الطريق بس مسافة الطريق يكون عندك ما بخليه يتأخر. يلا انت هات تطلع لنا شو. يلا سلام سلام عبادة يلا شو قولي لقطت لوين امي يلا لوين بدك تروح لعند خالتك في شنطات اغراض مصيتها عليهم جابتها جيب لي اياها وتاع يلا ايه وليش انا اللي اروح اجيبها ما تجيبها هي مالك شايفه درجه حراره برا ايش قد قولك حاج تاخذ وتعطي لغفته لقلبي قوم روح جيبها وتاع امي لا تفكري مستحيل انزل يعني مجرد تفكير لا تفكري مستحيل لا يعني لا خلاص اعتبر الموضوع انحسم يعني بدك تنزل بدك تنزل ابقى وانت جاي جيب لنا معك تنتهي عصير بحيث ماك عليهم عم بقول لك مستحيل انزل نوب لا تفكري ابو عبادة احكي لك كلمة بينك بدك تحربوا ولا عم تحلوا ولا عم تربط لا حول ولا قوة الا بالله لك حتى يوم الوافي بدكم تدعموا مشاكل قوم انت خلصني جيب اللي قلتك عليه بابا اذا سمحت انت خليك برات الموضوع لا اما اذا بدك تشد معهم اعطيني مفتاح السيارة وبروح لا ما حصلت مفتاح السيارة ما حاجتنا حوادث ان شاء الله عمرها ما اجت الشنتاي ها يا عيني عليك وانت قلت خلينا بيركين هون وعمرها ما تجي الشنتاي ابو عبادة اعطيني مفتاح البطيخة خلينا نخلص من هالقصة قولك انا بعرفه هلا بس اخذ السيارة بساعة ما عاد يرجع هاي اذا ما اخذها وراح لعند فؤاد وبلش يفتوا فيها ونسي ايش بده يجيب لا 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 الله يطعم يروح على محل الله يطعم بس يفكر ويروح وترك الموضوع ضايع علي بعدين السيارة ما فيها بنزين كتير يعني ما رح تكفي انا بعبيها خلصني امري لله موافق بس على شرط بعد ما يخلص بروح بغسل السيارة كمان طيب ايش رايكم نلغي الموضوع كلياته وخلصنا انا ما قدر لك بقى تسده لبوزاك امسك هاي المفتاح معك نص ساعة بس ابقى عيرها للساعة منيح حيت ولك كل شي بالبيت انا كل شي بالبيت انا شو عامل هلا اول شي وين بروح اول شي بروح اجيب الشنتاي بعدين بروح بعدل عند رفقاتي وبجيب اللي بدي اياه قال ما اروح قال تارك عنينة بنزين ماني غير اتصل عليه وقال له خلص بنزين خلي يجيب لي لا علي يجي انا برد انتو كملوا شغلكم ماكو علاقة الو اسمع بابا باختصار شديد السيارة شطبت بنزين وانا مقطوع بنص الشارع بدك عايف لي فيها شمين بنزين كان لازم تقول لي ما فيها منوب مو فيها شوي الله يوفق الله يوفقك لك مو عساس كنت بدك تعبيه ايه بدي اعبي ليش انا لحقت اصلا الركازية ما وصلت خلص البنزين الله يخرب بيتك من حالك قطعت وقفت على السيارة بنص الشارع ولك ليش عامل فيك بدي اجي العن ماشي بابا يلا حبيبي يلا انا بانتظارك حتى تجيب البنزين ماشي لا تاخر سلام